حسب رأيي معناتها مسيرة ماهيش خايبة، باش ما نقولش تيارة برشا، باش ما نقولش زادة خايبة، خاطر يظهر لي معناتها جينا في بيريود اللي كان عندنا جروب باهي في الوقت ذاك، لعبنا براتيكمون على القاب الكل، هزينا شامبيونا، هزينا كاس شمال افريقيا، معناتها كان جروب موجين، فما صغار فما كبار، دونك حاولنا نعملوا لو ماكسيموم حسب رايي انا. دونك حسب رايي انا مسيره مع الـ مع الـ مع الاولاد ومع الجروب اللي كنت معاه معناتها ماهيش خايبه. التجربه الاحترافيه كيف كيف، دونك كيف كيف معناتها نقيمها، نجحت وما نجحتش. نجحت من كوتي اني كي مشيت معناتها لعبت، خاطر كان مشيت وما لعبتش وقتها تقول لي معناتها ما نجحتش، مي انا مشيت ولعبت من بعد تضربت، دونك تضرب ضربتين معناتها دو بليسور هما اللي خلاوني معناتها من بعد. كما نقولوا نحن اللاعب التونسي بصفه عامه راهو مدلين شويه في تونس، معناتها باش نقولها خلينا نقولها براتيكمون نشوفوا الملاعب اللي يخرج لبرا كارير وابار زوز ثلاثه ملاعبيه اللي عملوا كارير باهي لبرا، الباقي كل ما طولش ولا تلقاه من بعد يمشي بالكدا من بعد يعاود يرخ ولا يرجع ولا. دونك كما قلت لك معناتها انا الظرف نتاعي انا معناتها خرجت مشيت لعبت من بعد جاتني الضربه، دونك الضربه من الضربه هذيك تقلقت مع تبديل لونترونور في العام هذاك، دونك هو اللي خلاني معناتها نقلق وليت ما عادش نلعب، دونك وليت معناتها كسرت كونترا، دونك فسخت كونترا ورجعت لتونس معناتها. ولا هذا هو اول مباراه كانت في 2008 وقتها رجولي مير، اخر رجولي مير قبل ما يمشيوا للكوب دافريك 2008 في غانا، دونك وقتها عيطولي نتذكر ماتش زامبيا ولا بالضبط لعبت فيه. بون كان وليدات هو كان جينيراسيون تاعي انا براتيكمون في اربعه ثلاثه كعبات، فيها شيخاوي فيها شاكر الزواغي فيها محمد علي نفخه، دونك براتيكمون الجينيراسيون تاعي ملي كنا مع بعضنا في لي جون معناتها لقينا روحنا بعض في السينيور. دونك هذيك اول كونفوكاسيون كانت ليا في ليكيب ناسيون. براتيكمون صحيح ما طولتش برشا ديما معناتها الضربه كانت لي كيما نقولوا عايق بالنسبه لي انا، ميسينا انا واحد لتو مازال يلعب حسب رايي انا معناتها كنت نجم تكون كاريري نتاعي اطول من هكا معناتها بشويه. فوالا دونك تجربه ماهيش خايبه كيما قلت لك، لعبت مع دي جروب معناتها جروب باهي فيه القدم فيه جدد كيما راضي كيما كريم حقي كيما عادل الشادلي، معناتها خلطنا عليهم لعبنا معاهم، دونك بعد مشاو هما جاو وليدات اخرين بعد ولا، دونك الضرب هو اللي ما خلانيش نكمل. دونك التجربه حسب رايي انا كيف كيف معناتها ماهيش خايبه.